ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء أمس الأربعاء، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بتوثيق شريط فيديو ونشره مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم بصدد تعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لبعض تدابير التفتيش والجس دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانوناً. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن كافة ظروفها وملابساتها وأسبابها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي. صار الرئيس هاس فرحة، الرئيس هاس فرحة ورنا بعده منه شوية، بعده منه شوية. البحرية يا خويا قول لي كيدير الوحص، كيدير الوحص، كيش بتاكل شوية والو في غادي، في غادي فلوكة. هذا بحار، بحار مسكين بحري، سند أخاوي، سند أخاوية. شوفوا الوحش، شوفوا الوحش، شوفوا الوحش، خبيزة، شوفوا، شوفوا مشاهدي الكرام، حليبة، كيكاز، دانون، بنيدة، خبيز مسكين، غادي تاو مسكين، مشي ياكل، مشي ياكل. سير عمي الله كنتي ما عرفتكش انتيا؟ موظف من بعدك كنتي موظف شحال هي اللي كتنوبري عليا متطوع عادي معناها شحال باش تقول هي اللي كتنوبري عليا لا الطريقه اللي كدير لي كتبان بس حنا كاملين كنتي شوفي الله يرضي عليك شوفي ما عندكش حق باش تهضري معايا كنتي موظفه بالزاف راك موظفه في المقاطعه ماشي موظفه في الزرقاء الله يرضي عليك هضري معانا بادب الله يرضي عليك انا ما خدامينش عندك هضري بادب صافي 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 كتشوفوا معايا جميع حنا الان مازال ولاد بياضات السيده بغات تحق علينا مشاهدينا الكرام بغات تبارك علينا شويه العياقه ديالها هذا واحد السيد مسكين بحري حاولوا نوصلوا لكم الصوره اللي كيعانيها نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يومي